معاكم مواصلين في إيكوماج، وكما قلنا باش نحكيو على لي بي ام او، المؤسسات الصغرى والمتوسطه، وشنو هي الاليات اللي نجموا بهم ندفعوا المؤسسات هذه في مناخ الاعمال اللي تعيشوا بلادنا وفي الاقتصاد، والاشكاليات المطروحه اليوم بالنسبه لكل الفاعلين الاقتصاديين. ضيفنا السيد وليد كسراوي اللي هو استاذ جامعي وكونسلتنت مستشار اقتصادي في العلاقات الاقتصادية العالمية. أهلا وسهلا بك وليد. وليد تسمع فينا؟ نو، الخط انقطع، نعاودو نتصلو بيه، ما فما حتى اشكال، نعاودو نتصلو بوليد. وكما قلنا باش نرجعو معاه اليوم على الاليات المطروحه. نعرفوا اللي من بين اهم الاشكاليات والعواقب هي الانفستيسمون، التمويل، التمويل الشركات هذيا. نحكيو على البيرينيتي نتاعها، نحكيو على الاسواق اللي تنجم تتوجه لها، ونحكيو زاده كيف كيف على مواد اوليه في بعض الاحيان اللي تكون مفقوده. دونك هذا من الكل، شنو ما الاليات اللي نجمو نحطوهم باش نجمو ندفعوا بها المؤسسات الصغرى. سيد وليد الكسراوي معنا من جديد، اهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. يا عايشك يا سيدي. الوغ اليوم كي نحكيو على المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي هي تمثل نسبه كبيره من النسيج الاقتصادي والمؤسسات اليوم في بلادنا، حكينا زاد كيف كيف على اون كريز اللي عاشوهم المؤسسات هذم من 2019 الى يومنا هذا، من وقت الكريز نتاع الكوفيد، والتعافي نتاعهم كان صعيب شويه مقارنه بالمؤسسات الكبرى، وهذا مفهوم بيان ايفيدامون. مؤسسه كبيره عندها الامكانيات، مؤسسات صغرى متوسطة اللي في بعض الأحيان اندثرت زادة ولقات صعوبات كبيرة باش تواصل طريقها. اليوم الآليات اللي نجموا بلزوموان نحطوهم كدولة كحكومة كفاعلين في المجال الاقتصادي للدفع بالمؤسسات هذا موليد. في البداية نحب نقول اللي الإشكاليات الاقتصادية والتوازنات الاقتصادية ما هيش مربوطة كان بدولتنا وكان ببلادنا، فما عوامل خارجية هي اللي تساهم في الاختلال نتاع التوازنات هذه. اليوم التوترات السياسية العالمية كما الحرب الأوكرانية الروسية والاضطرابات اللي تشهدها دول يعني الشرق الأوسط من شأنها باش تخلق اضطرابات في الموازنات الاقتصادية، في غلاء الأسعار وخاصة ارتفاع النقل البحري. طبعا ثم اقتصاديات اللي قادرة تواجه التحديات هذه والأزمات هذه كيف تكون صلبة ومهيكلة وقادرة على تجاوز هذه. بالنسبة لبلادنا تونس نعتبر اقتصاد هش اللي معناه يتأثر بسهولة بالاختلالات هذه. هذاك علاش نشوفوا انه نسبة 3% نسبة نمو هي نسبة ضعيفة. نشوفوا انه خاصة نحكي على كونتكست افريكان، الدول اللي قاعدة تحقق في نمو يعني محترم هي دول ساعات انه تلقى شراكات مع دول شرق اسيا وابتعدت على الشركات التقليديين نتاعها. بالنسبة لتونس هذا كل ما صارش، ماناش قاعدين نشوفوا في استثمار كل صدق، ماناش نشوفوا في شراكات استراتيجية مع دول يعني غير التقليدية، ماناش نشوف على مشاريع كبرى اللي من شأنها هي بإيدها تخلق الشغل سواء بالمناولة أو شركات صغرى تاخذ حظها من الاستثمارات اللي قاعده تصير. باهي لهنا انا وليد باش نرجع معاك على بعض لي موكلي، معناها اللي هو اول كلمه انت قلتها واللي نورمالمون ما عادش باش نمشيو بها ولا باش نخدموا بها حسب اخر القرارات، اللي هي المناوله، واللي كانت بيان ايفيدامون واحد من لي موتور نتاع المؤسسات الصغرى والمتوسطه اي با كو دايوغ، ولكن اليوم ما عادش نجموا نحكيو على مناوله في بلادنا. اليوم وقت اللي تحكي زاد كيف كيف على شركات أكيد مع أسواق الغير المعتادة، احنا ديجا في الأسواق المعتادة مازلنا قاعدين نحاولوا أن نسترجع في بعض الأحيان نفس القيمة ونفس لي شيفخ اللي كنا نتعاملوا بهم ما قبل الكوفيد وما قبل السنوات هذه. دونك فريمون اليوم شنو معناتها فينالمون سيغتانمون يا دوتر اوبسيون، فما دوتر بيست معناتها اكسبلوري. هو جوستومون احنا توا الشركاء التقليديين نتاعنا خاصه الاوروبيين هم نفسهم عندهم ازمات اقتصاديه خانقه. احنا اذا كان باش نكملوا نخدموا مع الشركاء التقليديين يعني اللي هم عندهم في الاصل عندهم مشاكل هيكليه ومشاكل كبيره مش قادرين هم بيدهم يتجاوزوها، واللي دول كيما شرق اسيا دخلوا الاسواق الاوروبيه
يعني وهيمنوا عليها، كيفاش احنا كاقتصاد هش قادرين باش نحافظوا على شركائنا التقليديين من غير ما نمشيو للشركاء في الخارج كما دول شرق اسيا كما قلت لك، ونحبوا اقتصادنا يتطور واقتصادنا يحقق نسب نمو محترمه. بالنسبه للمناوله طبعا الاستثمار نعرفوا انه خاصه الجزء الكبير منه والاستثمارات الكبيره طبعا تاخذها الشركات الكبيره، لكن الشركات الكبيره في العاده انه تعتمد على الشركات الصغيره اللي هي قاعده يعني تخدم معاها كشركة استراتيجية حسب الاختصاص. نحن اليوم نحكيو على المناولة انه نحبوا نلغيوها، ما نجموش نحيو المناولة، خاصة انه الشركات اللي عندنا ما هيش متعددة الاختصاصات اللي قادرة تواجه الاختصاصات الكل هذه. يعني مثلا نحكي في سيكتور البي تي بي المقاولات مثلا، في الاستثمارات الكبيرة اللي قاعدة تصير سواء قناطر سواء مواني سواء مطارات وغيره من البنى التحتية طبعا الشركات الكبيرة هي اللي تاخذ على عاتقها المشاريع الكبيرة وهي اللي توقع العقود، لكن في اختصاصات يعني كل اختصاص يلزم شركة صغيرة هي اللي قادرة باش تخدمه، ما تنجمش الشركة الكبيرة تخدمه، لا عندها السافوار فير ولا عندها الإمكانيات يعني التقنية في أن تنجم توصل هالمشروع هذايا يكمل وينجز في الأجال وبمواصفات يعني ذات جودة عالية. يعني المناولة أنا رأيي أنه هذايا مسألة خطيرة اللي قاعدة تصير في تونس نحبوا نلغيوها، في حين أنها يعني الإيجابيات نتاعها أكبر بكثير من السلبيات نتاعها. نعرفوا السلبيات نتاعها إلغاء الوساطة اللي تونس تعاني في السنوات الأخيرة من الوساطة في كل المجالات، في الفلاحة في الصناعة، الوسيط هو اللي ياخذ ويزيد إما يمشي للاحتكار أو يزيد في الأسعار كيف ما يحب هو باش يتحكم في السوق، لكن في بعض المجالات ما نجموش نستغنيو على الشركات الصغرى والمتوسطة اللي هي مختصة في حاجات يعني بيان ديتيرميني اللي هي اللي قادرة الوحيدة اللي قادرة تنجز ما هو مطلوب منها وتعتمد على شراكة مع الشركات الكبرى في إنجاز المشاريع. اليوم جوستومون واقع الامر شنو يعطينا في تونس، يمكن حتى في مقاربه في بعض الاحيان انت كنت خدمت عليهم وليد وحكيت على دور اليوم ان نستثمروا انه يكون هنالك خطوط تمويل، انه يكون هنالك دي فاسيليتي بالنسبه للشركات هذم، وكيفاش ينجم هذا يدفع بالاقتصاد والدور الكبير اللي يلعبوه المؤسسات هذم في العجله الاقتصاديه. دايوغ في بعض لي نتاعك حكيت حتى على حالة الطوارئ الاقتصادية اللي يلزم يتم الإعلان عليها قبل فوات الأوان. اليوم ما تراش أنه في الكونتكست اكتويل تونيزيان، جو بارل بيان تونيزيان بيان كو كيما قلت أنت أوني أوفير على العالم وعلى الاقتصادية العالمية، اليوم الأثنية اللي ماشيين فيها هل تعتبر كيما قلت أنت ريسكي، وإلا نحن على ثنية صحيحة بلوز وموا في الفترة الأخيرة بعد آخر القوانين، بعد الاستشارات اللي قاعدة تصير لدفع الاستثمار، الاستشارات اللي قاعدة تصير لمراجعة قوانين الاستثمار وغيره؟ شوف نحن في الاقتصاد بصفة عامة أي ظاهرة من الظواهر إذا كان نحبوا نعالجوها يلزمنا نمشيوا للتشخيص الصحيح، يلزمنا نعرفوا الأسباب اللي خلات الشركات الصغرى والمتوسطة اليوم في تونس تعاني ومش لاقية يعني كيفاش تستمر وتكمل الديمومة نتاعها. من أهم الأسباب اللي راها شخصيا راها يعني ساهمت في تضاضع الوضع الاقتصادي للشركات هذه هو الاقتصاد الريعي وتحكم بعض العائلات النافذة في الاقتصاد في بعض المجالات اللي ما ينجم يدخلونهم حتى حد، وهما بيدهم هالعائلات هذم هما بيدهم المتمكنين من المنظومة المالية والبنكية. طبعا الزيد بطبيعة مش يخليه أصحاب المشاريع الصغرى يدخلوا في بعض المجالات باش ينافسوهم، يعني حتى اليوم المنظومة البنكية صعبت كثيرا أنه مستثمر صغير يحب يدخل في أي مجال ياخذ التمويل اللازم ويبدأ مشروع. هذه من أهم المشاكل اللي قاعدة تعيشها بلادنا فيما يخص الشركات الصغرى والمتوسطة، وحتى المنظومة البنكية مقارنة بالمنظومات البنكية العالمية اللي قاعدين نخدموا بهم يعني خياليين يعني مقارنة بعض الدول الأوروبية وبعض دول شرق آسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نحكي على شركات الإيجار المالي اللي وصلت لل 16 و 17 تو دانتيري أنويل، يعني سي إنورم، وتخلي طبعا تعيق المستثمر التونسي في أنه
قادر يجابه تحديات، خاصة نعرفوا أنه التحديات ما هيش كان في تونس، التحديات أيضا عالمية في ظل ارتفاع الأسعار، في ظل الأزمات كما قلت لك والتوترات السياسية اللي تأثر على البورصة نتاع العديد من الأسعار كما الحديد وغيره والمواد الغذائية بصفة عامة. واضح. أيضا عندنا مشكلة أخرى اللي هي الجباية في تونس، يلزم إعادة مراجعة المنظومة الجبائية ويلزم تحقيق العدالة الجبائية. نعرف اليوم أنه بعض المهن الحرة كما الطبيب وكما المحامي فما تهرب ضريبي واضح، ويتعامل على أساس نفس المؤسسات الصغيرة الأخرى اللي مجبورة أن تلتزم تعهداتها إزاء الدولة، في حين أنه العائدات نتاع الشركات الصغرى في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وغيره 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 ما هيش نفس المعادلة بالنسبة للمهن الحرة كيف طبيب ومحامي وغيره. هذاك علاش يلزم إعادة هيكلة الجباية في تونس اللي هي ولات أصبحت من معضلات في الاقتصاد الوطني. واضح. كيف عندنا مشكلة أخرى اللي هي انهيار الدينار التونسي اليوم. انهيار الدينار التونسي اليوم خلى أنه الشركات التونسية ما هيش قادرة على التصدير بكميات كنا في السابق نجيبوها بأكثر عدد. توريد. نعرفوا أنه القدرة الشرائية طاحت اليوم في تونس. دونك الشركات هذه لقات روحها بين المطرقة والسندان. لا ينجم يزيد في السوق ويزيد يشري بالغالي. واضح. هامش الربح نتاعو أكيد مش يلقى زاد الموازنات المالية نتاعو. يعني العديد من الإشكاليات اللي تعوق. أيضا زاد النجم نسمي لك أنه العوائق الإدارية اللي قاعدة تصير والبيروقراطية اليوم في تونس صدقا درت العديد من الدول الإفريقية واللي قاعد يصير في تونس اليوم عيب. واضح. عيب أنه اليوم مستثمر في تونس يدخل بشي حل شركة نطلبوا عليه 30 و40 ورقة وكل ورقة من جهة مختصة اللي صدقني العديد من الأصدقاء والعديد من الناس اللي نعرفهم ما وصلوش حلوا شركاتهم نتيجة هالبيروقراطية هذه والتجؤوا إما أنهم يغادروا البلاد ويمشيوا لوجهات أخرى أو يقول لك مسمار في حيط ندبر يعني وظيفة في أي مؤسسة ونقعد وفك عليا من المشاكل يعني هذا من الكل نجم نقول دي شانتيه اللي قاعدين نحكي عليهم بيان ايفيدامون، ولكن الجبايه دارنيامون حكينا على بعض الاجراءات. كان حضر معنا سي محمد صالح العياري جوستومون دارنيامون وحكينا في الموضوع هذايا، حكينا على الاشكاليات الاداريه والبيروقراطية كيف كيف، وكانت حاضره معنا ممثله على ليتسيك وحكينا على رؤساء المؤسسات والبيرسيبسيون تاعهم من ديجيتاليزاسيون البروجي هذايا الكبير اللي نحكي عليه من سنوات، ديجيتاليزاسيون تاع الاداره التونسيه بيان ايفيدامون. دايوغ جو انفوا الناس اللي تسمع فينا الكل لي انترفيو هذوما الموجودين على نوتر باج فيسبوك. انا جوست فاصل صغير وليد وبنحب نرجع معاك على مقاربه ولا مقارنه كنت قمت بها بين مصر وتونس. حكيت على مصر اللي هي بتدخل في الثنيه الصحيحه وتسالت على بلادنا اليوم وين هي من هذا الكل وقت اللي نحكيه على الاستثمار ودوره في نمو الاقتصاديات. بعض الاسئله اللي تطرح نفسها سيغتانمون نرجع عليها معاك جوست فاصل صغير ومكمل. معكم في الانترفيو اكسبير معنا سيد وليد الكسراوي، وكما ملول كنا خصصنا البارتي الاولى من الانترفيو للي بي ام المؤسسات الصغرى والمتوسطه، ولكن كما قلت لك فما واحد من الازاكس اللي رجعت وحكيت معاه عليهم وليد سابقا، وانت قلت انه بتدخل اليوم في دور الاستثمار في الدور اللي يلعبوا في نمو الاقتصاديات. خذيت مثال مصر واخر لي بروجي الكبار اللي قاعده تخدم عليهم وتسالت اين تذهب تونس. اليوم حبيت نرجع معاك جوستمون على النقطه هذه، لانه هل تعتبر جوستمون اليوم انه مصر في ثنيه صحيحه فيو تو دونديتمون تاعها، فيو القرض الاخير اللي خذته من عند صندوق النقد الدولي، وال مانيش نقول الاصلاحات وانما لي كونديسيون اللي موجودين في الاتفاق هذا. نحكيو على تعويم الجنيه المصري، نحكيو على
ارتفاع بيان ايفيدامون كلفة العيش، نحكيو على نسب نتاع تضخم عالية وعالية برشا، نحكيو على انكسي معناتها الى الخدمات الاساسية اللي قاعد يصعب على عامة الناس. دونك اليوم هالمقارنة اللي حطيتها بين تونس ومصر ما نعرفش هل جائزة ام لا. وليد كسرى منعش تسمع فينا ولا؟ مثل مصر تو نسمع فيك تسمع فيها؟ تو نسمع فيك تفضل. قلت لك أكيد المقارنة جائزة لأنه الظروف اللي عاشتها تونس مشابهة للظروف اللي عاشتها مصر، بداية بالثورة وبعد تغيير نظام الحكم وصولا للوضع الحالي. بالعكس احنا الحاجة اللي تفرح أنه بلادنا أصغر وبلادنا أسهل. بالنسبة لمصر عندها توترات إقليمية كبيرة ياسر اللي تنجم تأثر على اقتصادها بصفة مباشرة، أهمها اللي صاير اليوم في غزة، وعندها توترات أخرى من مع الحوثيين، ونحكيه على قناة السويس اللي مداخيلها وصلت نقصت للنصف جراء الضربات اللي عملوها الحوثيين مؤخرا على الأساطيل النقل البحرية اللي تعدى من قناة السويس. عندها أيضا توترات أخرى سياسية مع دولة أثيوبيا فيما يخص سد النهضة. بالنسبة لنا احنا معناش كل الإشكاليات هذه، احنا مشكلنا بالأساس اقتصادي. بالنسبة لمصر لجأت إلى دول كيف السعودية والإمارات لإيجاد مصادر تمويل وإرساء مشاريع عملاقة قادرة أن يتحقق لها تحسن ونسب نمو محترمة باش يجابه التحديات. مؤخرا وقعوا مشروع ضخم بقيمة 38 مليار دولار مع الإمارات اللي هو رأس الحكمة، مدينة متكاملة الأبعاد، مدينة سياحية إدارية يعني متكاملة. اللي طبعا كبداية خذت تقريبا حوالي 12 مليار دولار وقع ضخهم في البنك المركزي لإرساء مشاريع صغرى ومتوسطة بالنسبة للشركات المصرية، وقع ضخها وبدأت يعني مخرجاتها قاعدين نشوف فيها اليوم من خلال مشاريع متاع بنية تحتية قاعدة تصير في مصر. أيضا نعرف التنافس بين الدول خلق اليوم من الشريك السعودي اللي راى من منطق الغيرة الاقتصادية، كيفاش مصر توقع مع الإمارات اليوم فما مداولات وفما مباحثات بين الاقتصاديين السعوديين والمصريين، وممكن إمكانية إجراء شراكة قيمتها 70 مليار دولار في المستقبل تقريبا يشابه ما قامت به مصر مع الإمارات. طبعا هنا نشوفوا أنه التنافس وقت اللي دولة تقدم تاخذ الانيسياتيف وتبعث رؤوس أموال وتضخ رؤوس أموال وتعمل استثمارات عملاقة، دول الجوار متاحة اللي عندها نفس المقدرة قادرة أيضا باش ترفع نفس التحديات، وهذا يرجع بالإيجاب على أي دولة. بالنسبة لنا نحن طبعا مع الناس علاقات متميزة، علاقتنا به مع الناس كل، لكن مع الناس علاقات متميزة مع دول الخليج، لكن عندنا الإمكانية مع شركات دول شرق آسيا اللي ما بيديها اليوم وراو حسب الجدول آخر الإحصائيات لنسب النمو في الدول الإفريقية، إنه العشرة دول الإفريقية الأولى في نسب النمو كانت عقدت شركات استراتيجية مع دول شرق آسيا، خاصة بالتحديد الصين، كيما أثيوبيا، كيما السنغال، كيما غانا، دولة غانا والكوت ديفوار، هذوما مشاو لشريك الصيني ماد جدو اليوم للعالم يحب يستثمر في جميع المجالات دون استثناء، في بنى تحتية، في مطارات، في نواني، في طرقات، في مستشفيات. طبعا تكون المشاريع ربحية مناصفة نلقاو الصيغة، لأنه ديما تونس العوائق الإدارية متاحة أنه احنا ما نحبوش، وحتى الإرادة السياسية ما نحبوش نعطيه يعني أصول الدولة أو نعطيه دي غارونتي ديتا، في حين ثم إمكانيات أخرى كما الفرانشيز أنه نعطيه مثلاً على مدة 20 سنة أو 30 سنة استعمال المشروع مناصفة أو بنسب يتم تحديدها باتفاق الطرفين، وهنا الناس كل تستفيد. الشراكة مع الصينيين يقول لك أنا نعطيك التمويل ونعطيك الكفاءات اللازمة لإنجاز المشاريع،
ونشغل لك شركاتك الوطنية، يعني نتفاعلوا ببعضنا ونخدموا بشراكة. هنا بالنسبة لنقطة استفهام للدولة التونسية، متى يحين وقت تفعيل الشراكات مع دول شرق آسيا؟ لماذا يديها كيف الدول الإفريقية؟ علاش لا تونس ما تكونش بوابة؟ ونعرفوا أنه المحرك الوحيد لتحريك عجلة الاقتصاد هي الاستثمار، واستثمار المشاريع الكبرى والعملاقة اللي من شأنها تحرك العجلة وتحرك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والامباكت نتاعها طبعا يكون سوسيال على المواطن التونسي. واضح، شكرا لك سيد وليد الكسراوي، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا مواصلين معكم في ايكوماك حتى الماضي ساعتين، بعد شوية هجر بوجمعة باش يقعد معنا في ليكو انترناسيونال زوم بيان ايفيدامون، باش نمشيو للتشاد اليوم في زوم. لكن قبل هذا وليد برحومة في فلاش بورس، ومكملين معكم مشوارنا.